طب هشتاج رجلك مش شايله. انا بابا اللعبه انا الهوجو، بلاش تخبط في الاسود، مجال كبير هري وحوارات، انا الثقيل وانت الكتكوت، مجال كبير هري وحوارات، انا الثقيل وانت الكتكوت. يا عم يلا، يا عم يلا، يا عم عزه انت معل، يا عم عزه انت معل. سلام عليكم احلى ناس في الدنيا. النهارده جايب لكم حلقه ولا اي حلقه، يعني اقسم بالله العظيم ولا اي حلقه. حلقه النهارده يا اولادي لسه جايبها من على مقلب الزباله حالا ومنزلها لكم على طول. بس قبل ما نبدا ام الفيديو لا تنسى ايه، ام اللايك الشري خلفي حسيح النيح الليح بتاعك، ولو مش مشترك في القناه انزل اشترك في القناه، والله ما هيكهربك، هتدوس كده مش هتتكهرب ولا حاجه. يلا بقى نبدا بقى، يعني اول يعني قنبله فنيه معانا زي يا ابن والدي. مستني بأشواق تعبان من الفراق، ومولع على الشمع نورها مستني. الحتم صاحب البشر بس البشر كتير تخون، والقراميط بيوتها المشاع، والقراميط بيوتها المشاع، أأكله كسكسي بالنعناع. إيه يا شاعر يا فجر يا قادر يا سيح يا نايح، إيه يعني إحنا مالنا ومال القراميط؟ عيب عيب. نكمل أم الفيديو بتاعه زي يا ابني. والتعابين سكنوا البتاع. لا 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 ستوب ستوب، ده يعني شكله هيودينا في داهيه. يقول لك التعابين بيوتها البتاع، بتاع ايه يا راجل يا قليل الادب يا وسخ. نكمل باقي الفيديو. لا يعني نجيب فيديو تاني زي يا ابني. بقول لك يا شيم. ايه يا صاحبي انت طيب؟ عارف ليه انا طيب؟ ليه؟ عشان كل الناس درست جبر الا انا درست جبر الخواطر. شايف الولا يعني ادانا واحدة يعني تشوت عابت اللي خلفوني، مش شايف ومش شامم مش سامع يعني منه. مش قلتلكوا الفيديو ده من على مقلب زبالة؟ والله ما هتصدقوا، هتصدقوني لما تشوفوا ام الفيديو اللي بعديه. زيع يا ابني. حياه امك ما تقلب الفيديو لما اعزك رحت لها نعيد الفيديو ده واحدة تانية عشان نعيده. في ايه يالا؟ في ايه لما تيجي ترجع عليا وتحميني بام ترجيعك جتك القرف فيك؟ يعني انا ايه مش فاهم؟ واكل طبق فول شكله من عند واحد مفعص الفول برجليه ومطفحوله جاي يطرش عليا وعلى سنين السودا. نكمل باقي ام الفيديو اللي بعديه زي يا ابني. احضر قلبه بايدي اشوفه بيبكي بعينيا وانت منه ضيعان. انك بنت مالك بجد ولا ايه؟ ده ايه ده؟ ده بجد ده يعني ولا ايه؟ يعني انا عايز افهم، يعني هم عارفين كده عندك في البيت ولا انت مخبي عنهم الموضوع؟ اصل لو انت مخبي عندهم الموضوع يعني الموضوع ده يعني عمره ما هيستخبى، ده واضح وضوح الشمس. يعني شوف الشمس قد ايه هم واضحين زيهم. نكمل باقي ام الفيديو اللي بعديه زي يا ابني. سلم على الشهداء اللي معاه. يا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الولا يعني حب يعني يعمل فيها رامبو ثلاثة وينط على السور زي بتوع فرنسا العيال اللي هم يعني أنت فاهمني اللي هم بتوع الباركور اللي بينط ويطير ويشخ رابسه دول، اللي هو يعني إيه حب يعمل زيهم. وإن شاء الله يعني الزمان هو يعني يتقابل مع رحمة الله عليه الحاج بروسلي وهو هيبقى يشرح له الموضوع ده مع بعضيهم هناك. يلا نكمل باقي الفيديو زي يا ابني. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يعني ده يعني بجد يعني والله العظيم ده مهزار؟ ده بجد يعني في قلب الجامع؟ في قلب الجامع ده انت يعني مش هتخش النار يعني؟ ده النار هي اللي هتجيلك، هتجيلك النار كده تسلقك فيها. ايه اللي بتهببوه ده يا جدعان؟ لا لا الموضوع يعني ما بقاش يتسكت عليه يا جدعان. يعني حتى بيوت ربنا، بيوت ربنا بقى يتغنى فيها ويترقص فيها وبتاع. يا جدعان اتقوا الله اتقوا الله، والله العظيم ده احنا مش هينزل نيزك ولا مسيخ دجال، ده احنا هنبلع في ام شفاط يجيب ميتين امنا اربع تربع. عيب عيب والله العظيم. يعني اذا كان ملتك ايه عمرك ما هتعمل حاجه زي كده يعني،
وفي نهايه حلقتنا يا ولادي لا تنسى ام اللايك الشري خلفيه حسيه حنيه حليح بتاعك، ولو مش مشترك في ام القناه انزل اشترك في ام القناه وفعل ام زر الجرس. اشكركم شعبي العظيم، اشكركم اشكركم اشكركم.